كل التحية للدكتور مصطفى عبده المجري على الوجبة الإعلامية الرياضية المحترمة الدسمة اللي بيقدمها لنا كل أسبوع، وتحية خاصة لصديق العمر كابتن عادل عبد الرحمن. العلاقة ما بين الصحفي واللاعب أو الصحفي والمصدر بتكون محفوفة بالمخاطر، لكن لما بتتحول إلى صداقة بعيدا عن الملعب وبعيدا عن ورق الصحف بتبقى في حتة تانية خالص. عادل بالنسبة لي واحد من الأصدقاء اللي طلعت بيهم من الوسط الرياضي. بداية مشواري في الصحافة كانت بداية تألق عادل عبد الرحمن مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر، تحديدا في المونديال. الصراحة والصدق أهم ما يميز كابتن عادل عبد الرحمن، علشان كده ما خدش حظه كتير سواء كلاعب أو مدرب، لأن الحاجات دي بتحتاج مجاملات وهو ما بيعرفش المجاملات. تملي كده استريت واضح وصريح، ابن بلد بيحب اصحابه ويحب مصلحتهم، اما عن خفة الدم فحدث ولا حرج. كابتن عادل عبد الرحمن واحد من الناس خفيفة الظل اللي في الوسط الكروي بيطفي لمسة بهجة على المكان اللي هو متواجد فيه، قعدته ما يتشبعش منها خالص. اما عن المواقف اللي كان بيعملها مع زمايله في السفريات فكانت بتخفف صعوبة الرحلات، خصوصا في ادغال افريقيا. عادل عبد الرحمن المدرب نموذج مصري مشرف حقق نجاح من الصعب جدا على اي مدرب يحققه في الدوريات العربية، وتحديدا لما تكون مدرب للاتحاد السعودي في الدوري السعودي في توقيت صعب جدا. حقق نجاحات كبيرة ونجاحات نتشرف بيها كلنا كمصريين. اتمنى ان الكابتن عادل عبد الرحمن مصر تستفيد من الخبرات والعقلية التدريبية اللي بيتمتع بيها عادل عبد الرحمن. شهادة مجروحة ولكن هي دي الحقيقة. تحياتي ليكم وموفقين دايما. بنشكر طبعا نقيدنا أسامة، وأسامة شخصية جميلة. وبعت لك رساله منين ده؟ من قطر كمان. ما على طول سامع متابعنا ومتابع النادي الاهلي. انا متابع على طول متابعه، بيشتغل بيعمل حاجه كده للنادي الاهلي دايما، الناس تستفاد منها حلوه قوي. الحاجه الثانيه هو من الصحفيين الشاطرين والشخصيه محترمه وشخصيه جميله يعني. ويمكن ليا صوره معاه من اول الناس اللي عملت معاهم اول حوار. فين الصورة يا طارق؟ يعني لو الصورة موجودة هتعجبك قوي يا كابتن مصطفى. كنا صغيرين واحنا بنتكلم كده، هيجيبونا الصورة. كنا صغيرين جدا انا واسامة نفسه، هتتفرج على اسامة تستغرب. طيب هتكلم على الحتة. اي ادي الصورة. يا خبر ابيض. انت كان شعرك لسه ناعم. كان لسه ناعم بقى، واسامة برضو كان صغير يعني. اسامة صغير. سننا قريب من بعض، فكان هو اكبر مني شوية. اسامة طيب.